من الله توفيقه ان ما زلنا في الاطار الزمني المعد للمشروع المطلع، واللي الحمد لله يعني تم توقيع العقد الاول، والان يعني المقاول على ان يتسلم الموقع في تاريخ 4 سبتمبر، راح يسلم الموقع، واحنا الان جاهزين لطرح العقد الثاني واللي هو يختص في 18500 قسيمه البنيه التحتيه الفرعيه، وهذه المناقصه يعني راح تكون مدتها 2 سنين حسب البرنامج الزمني. احنا قد اعلنا بالسابق ان خلال يعني شهر 1 راح يكون توقيع العقد، وهذا ان شاء الله احنا ملتزمين فيه، ولكن موعد طرح المناقصة تغير، كان المفروض انه يكون في بداية سبتمبر، صار الان الى بداية اكتوبر، طبعا لظروف يعني خارجة عن الارادة، منها اجازة العيد وبعض الامور الفنية اللي تحتاج ايضا دقة ودراسة يعني وافية بحيث ان تطرح المناقصة بالشكل السليم الصحيح، ولكن ما زلنا احنا اليوم يعني في الفترة الزمنية المعدة لطرح المناقصة الثانية المطلع واللي هي تخص البنية التحتية الفرعية. فان شاء الله راح يكون يعني موعد توقيع العقد ملتزمين فيه ان شاء الله، اللي هو يعني على شهر يناير، في اخر شهر يناير ان شاء الله.